جديد بمدينة تطوان، السيد عبد العالي المعروف بحلاق النجوم قرر يفتح العلامة التجارية الجديدة ديالو فيكتوري في حي ولاية سنتر معايير عالمية. صالون فيكتوري التصميم ديالو هائل وكيحتوي على أحدث التجهيزات في عالم الحلاقة والتجميل، وكيضم فريق عمل احترافي عنده خبرة طويلة في المجال، وهادشي كيساهم في توفير الراحة للزبناء اللي كيقصدوا صالون فيكتوري. صديق عبد العالي اللي هو حلاق متميز ومحترف تبارك الله عليه، وعنده كليان اللي هما نجوم وفنانين من جميع انحاء المغرب وحتى نجوم دوليين. في الحقيقه ما محتاجينش نشكروا عبد العالي كحلاق محترف، في نفس الوقت الصالون تبارك الله صالون كلاس، شي حاجه متميزه. حنا مع السي عبد العالي في افتتاح الصالون الجديد ديالو في حي الولايه سنتر، صالون فيكتوري، وكما كتعرفوا فالسي عبد العالي من اجود الحلاقه اللي كاينين هنا في تطوان. كنتمنى له التوفيق في هذه المناسبه وان شاء الله النجاح في المسيره ديالو هذه الجديده. عبد العالي حلاق مشهور ومعروف عند العديد من الفنانين الوطنيين وحتى العالميين بفضل الاحترافيه والخبره ديالو في المجال، بالاضافه الى اتقانه لجميع انواع تسريحات الشعر بدقه متناهيه. عبد العالي ما خافش على التعريف من ناحيه الدومين الحلاقه، لان جايب واحد مده طويله في الدومين وكيخدم ما احسن من الحلاقه، ودائما كيخدم الحلاقه بجميع الاصناف ديالها. وكنتمنى تزوروا هذا المحل هذا وتشجعوا كثير بهذا الشيء اللي كيعمل. لبيت الدعوه ديالو من اجل افتتاح محل الحلاقه اللي هو مسمي فيكتوري فيب، من احسن طبعا المحلات اللي كانت في تطوان، وكأعرفه حق المعرفة بالإتقان ومن ناحية ديال الاهتمام بالزبناء، كيتعامل مع الناس مزيان. نتمنى الله التوفيق إن شاء الله يوفقه في هذه المسيرة ديالو. مناسبة الافتتاح، صالون فيكتوري كيقدم مجموعة من العروض والخدمات لجميع الزبناء للعناية بالشعر والوجه باستخدام أفضل المواد اللي كتستعمل في عالم الحلاقة والتجميل. الحمد لله وفقنا الله وطلقنا هاد العلامة الجديدة في هاد المحل هذا اللي غادي يكون كبداية إن شاء الله نحو محلات أخرى. وبالمناسبة كنقدم الشكر الجزيل لجميع عمل في هاد المحل هذا، وكنشكرهم الشكر الجزيل على الرأس ديالهم السي حسن الرباحي. كنتمنى من الله أن هاد المحل هذا يعجب الناس ويعجب الزبائن ديالنا، ونكونوا عندنا حسن الظن ديالهم لا من ناحية الخدمة ولا من ناحية الديزاين ولا من ناحيه كل شيء. وشكرا لكم حتى انتم كنال تطوان على الحضور ديالكم وعلى التغطيه ديالكم.